تموت. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، واحنا بنتكلم على الزيادة السكانية وعلى الرقعة الزراعية وعلى حياتنا اليومية وعلى التوسع في الصناعة، محتاجين مياه، وده مش في مصر بس. يعني النيل شريان الحياة في مصر، وحصتنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب. لكن في تحدي كبير بيواجه دول العالم، التغيرات المناخية وكمية هطول الأمطار. على فكرة في دول اعتنت جدا بمنظومة حصاد الأمطار وإنشاء السدود، المملكة المغربية. كنت سعيد جدا وأنا بنشوف هذه المنظومة الجميلة اللي ما تضيعش نقطة مية، قطرة مية، ومش ببالغ، لا قطرة مية، وتفضل نظيفة. فده شيء ابتدى توجه، يبقى توجه دولي وعالمي، وفي مصر احنا دلوقتي بنهتم بده. لما نشوف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروع مهم جدا وهو تبطين الترع على مستوى الجمهورية وتحديث الري واستخدام آليات جديدة ومحطات تحلية المياه وتكرير المياه، انت بتتكلم على تحليل مياه البحار، ما كانش حد يتصور ان مصر هتقتحم هذا المجال بهذه السرعة، وان انا اوطن الصناعة دي، يعني انا اصنع منتجات المحطة دي عندي في مصر هنا علشان اقلل التكلفة. الاهتمام ده اهتمام دولي مش محلي فقط. والنهاردة أنا بيشرفني الدكتور حمو العمراني، الخبير الدولي في المياه بجامعة الدول العربية. منورنا يا دكتور. مساء النور أستاذ سامح، شكرا على الدعوة وشكرا. أنا ببقى سعيد لما أعرف لحضرتك هتنورنا. الله يكرمك، شرف لي. يعني الأول بحييك وبحيي كل أهلينا طبعا في المملكة المغربية. أهلا وسهلا. بتشوفوا القناة عندكم في المغرب؟ في ناس بيشوفوها، متخصصين طبعا مهتمين بالشأن الزراعي، يعني بيشوفوها في الوطن العربي ككل. يعني انتم مهتمين بالزراعه في المغرب على فكره؟ ما رافد اقتصادي مهم بالنسبه للبلد، ومن اكبر القطاعات المشغله لليد العامله وخلق ثروه، من تساهم تقريبا ما يناهز 10% من الدخل القومي الخام، يعني وصادرات، يعني عمله صعبه. فيعني في الزراعه في المغرب يعني قطاع استراتيجي، مش بس بالنسبه للامن الغذائي بالنسبه للمغرب، ولكن كذلك كمورد اقتصادي او كرافعه اقتصاديه مهمه، يعني الى جانب باقي القطاعات طبعا. كيف ترى مشكله المياه التي تواجه العالم كخبير في هذا المجال؟ ملف المياه من الملفات الهامه جدا. ايه الازمه او ايه التغير اللي حصل؟ هو في الواقع في 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 عوامل اللي هي عوامل طبيعيه ادت الى زياده شح المياه في العديد من مناطق العالم، والمنطقه العربيه على راسها. عدم انتظام تساقطات المطريه، تراجع في هذه التساقطات، زياده درجه الحراره وما ينتج عنه من نتح وتبخر، وبالتالي حاجيات زياده بالنسبه للنباتات والمحاصيل الزراعيه. فكل هذه العناصر الطبيعيه، الى جانب طبعا العناصر اللي هي مرتبطه بالنمو السكان بالخصوص، مدن، نمو المدن وتغير أنظمة العيش، كذلك استهلاك مزيد من اللحوم فيؤدي إلى شراهة في استهلاك المياه، وكذلك إلى توسع الرقعة الزراعية الموجهة للأعلاف، فنتيجة تغير الأنظمة الغذائية. فإضافة طبعا إلى ضعف الوعي بموضوع شح المياه، خصوصا في افريقيا جنوب الصحراء وفي المنطقة العربية، استعمال المياه لا زال لم يرقى إلى مستوى التحدي، سواء من كفاءة الاستخدام وكذلك عائد المتر المكعب من المياه والقيمة الاقتصادية للمياه بشكل عام. ليس هناك وعي بالقيمة الاقتصادية للمياه، وبالتالي فلسنا في مستوى الترشيد المطلوب على مستوى استعمال الموارد المائية. فطبعا ندرة الإمداد وسوء الاستعمال، فلما نحط الاثنين جنب الى جنب، ف يعني المعادله هي ان ندره الامطار، ندره المياه ستزيد وكلفه انتاجها ستزيد، وبالتالي فان الترشيد وحسن الاستعمال مدخل من مداخل الحل. يعني ليه دايما في فكر سائد ان المياه ببلاش؟ دايما يقول لك المياه دي ببلاش، ما لهاش قيمه، المياه ليها سعر. والله في الواقع أن تقرير الأمم المتحدة لتنمية الموارد المائية لهذه السنة كان موضوعه هو تقييم المياه أو وضع قيمة على المياه. في العهود الماضية كان طبعا التصور السائد أن هذه نعمة من الله وأنه لا يجوز لأحد أن يبيعها تحت أي مبرر، ولكن الواقع أن الدعم المبالغ فيه لقطاع المياه
يؤدي إلى نتائج عكسية، يؤدي إلى سوء استعمال. وعموما أن المياه كذلك لا تباع كسلعة، وإنما كلفة إنتاجها، كلفة إنتاجها. فالكيوبيك متر من المتر مكعب من المياه له كلفة من الطاقة لكي يتم أولا تصفيته وتطهيره، ثم كذلك إلى نقله وتوزيعه. فكل هذه العناصر تتم باستهلاك طاقة، وبالتالي فله كلفة. وأن استرداد هذه الكلفة هو مؤشر أو إشارة للمستهلك على أن هناك استثمارات كبيرة خلف إنتاج المياه، وينبغي مراعاتها وتوجيهها يعني في الاتجاه الصح، يعني لأنها كان ممكن أن تتم هذه الاستثمارات في قطاعات أخرى وأن يكون عائدها أكبر. وبالتالي فموضوع تعامل المياه هي ليست كسلعة أو كقيمة للمياه في حد ذاتها، بل هي استرداد لكلفة إنتاجها. وهذا أعتقد ينبغي أن يشترك فيه المستهلك والمنتج. صح، حتى نقل المياه ده كلفة، أيضا تكرير وتطهير المياه وتوصيلها، ما ده بيتكلف ميزانية ضخمة. فيجب أن المستهلك أو المواطن يبقى عارف أن دي تكلفة، خاصة أن احنا دخلنا في تكنولوجيات حديثة، يعني تحلية مياه البحار، حصاد الأمطار، رفع كفاءة المياه في القطاع الزراعي. يعني أنا النهاردة بنشوف حسابات أخرى في القطاع الزراعي، كل محصول بيستهلك قد إيه مياه، وأيهما أولى، أزرع محصول شره لاستهلاك المياه ولا محصول آخر هيقلل فيه هذه الكلفة. ده بيتحسب دلوقتي عالميا، إن أنا أشوف الجدوى الاقتصادية من إنتاج محصول معين أو من زراعته؟ إيه طبعا، التوجه العام يعني هو اعتبار الماء أو المياه كمدخل من مدخلات الإنتاج، يعني أن لم يعد التعامل معه على أنه مدخل مجاني، بل له قيمة. وأعتقد أن هذا التوجه يسهل تنفيذه فيما يتعلق بمياه الشرب، ولكن في القطاع الزراعي لازلنا بعيدين عن المقاربة الاقتصادية لموضوع الإمداد بالمياه في القطاع الزراعي. وهناك طبعا استثمارات تتجه نحو الترشيد، يعني تحديث الري، المشروع العملاق في مصر وفي عدد من البلدان العربية. تحديث الري هو توجه يعني لوضع قيمة اقتصادية على المياه. التعامل بالحسبة المائية أو الحساب المائي بشكل عام، من أين تأتي مواردنا وأين تنفق، كل هذه العناصر ابتدأت العديد من الدول تتبناها كجزء من سياستها المائية وسياستها الزراعية. وأعتقد أن تجربة الفاو في مصر وفي الأردن وفي المغرب وفي تونس يعني تبين أن هذا التوجه سيكون مستقبلا هو توجه معظم الدول، معرفة دقيقة للموارد والتحصيص أو الالوكيشن يعني بين القطاعات. فالمتر مكعب في قطاع السياحة عائده أضعاف مضاعفة من استعماله في القطاع الزراعي. ليس هذا دليل أن يتم تقليص المياه الموجهة للزراعة، لا، بل هو إشارة إلى أن إذا لم يحسن استغلال كل قطرة في قطاع الزراعة، فمن الراجح في المستقبل أن يتم توجيهها إلى قطاعات أخرى أكثر إنتاجية، طبعا ضمانا للترشيد من جهة، وضمانا لتعظيم العائد الاقتصادي لكل قطرة مياه. صح. المنتدى العربي للمياه اختتمت فعالياته في دبي وحضرتك شاركت فيه، أهم الرسائل أو التوصيات اللي خرجتم بيها من هذا المنتدى؟ في الواقع هناك العديد من الرسائل، وأن طيلة الأيام الثلاثة كانت هناك حوارات رفيعة المستوى، وكان الشعار المنتدى وكما هو شأن بالنسبة للمنتدى العالمي الذي سيعقد في دكار في شهر مارس 2022 هو المياه من أجل السلام. فكان هذا هو شعار المنتدى. وأنا أعتقد أن المنطقة العربية في السنوات الأخيرة أصبحت من أكثر المناطق حاجة إلى هذا الشعار، بحكم أن التطورات التي عرفتها الموارد المائية المشتركة في الدول العربية مع دول أعلى الحوض والتي هي في معظمها دول غير عربية. فكان هذا المحور موجود بقوة، الحوار حول الحلول الممكنة والتحديات الحالية للمياه المشتركة في المنطقة العربية. وكان من بين الخلاصات هو أن أولا على مستوى تنظيمي هناك
دعوة إلى إنشاء تحالف عالمي لدول أسفل الحوض، يعني على مستوى العالم، توحيد الكلمة بين دول المصب من جهة، وكذلك توسيع فضاءات الحوار لتشمل دول المصب على مستوى عالمي كتنظيم، هذا من جهة. من جهة ثانية كانت هناك دعوة إلى أن بالنسبة للدول المتشاطئة أن يتم اعتماد حساب الموارد المائية على مستوى الحوض ككل وليس على مستوى المجرى النهري فقط. كذلك دعوة إلى توسيع الاستفادة من الموارد المائية إلى الملاحة مثلا كاستثمارات إقليمية تخلق ثروة وتخلق شغل وتخلق فرصا للتعاون فيما بين الدول للانتقال من منطق التوتر إلى منطق التعاون. كان كذلك حوارات فيما يتعلق بتوسيع التعاون إلى قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي بدل الاقتصار على الموارد المائية بحكم ارتباط هذه القطاعات سواء الطاقة أو المياه أو الأمن الغذائي، وكذلك خلق فرص أو منابر للحوار ليس فقط بين المسؤولين وصناع القرار ولكن كذلك على مستوى شعبي وعلى مستوى القطاع الخاص بين البلدان المتشاطئة والمتشاركة في أنهار دولية. كذلك دعم فرص تكوين للمفاوضين الشباب العرب، خلق جيل جديد من المفاوضين المتمكنين من القانون الدولي للمياه من جهة، ومن جهة ثانية المتمكنين من لغة الدبلوماسية والتفاوض وتقنيات التفاوض. كان هذه من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر. طبعا دعم الدول العربية في موقفها لخلق أطر قانونية للتعاون حول الأنهار المشتركة سواء تعلق الأمر بين مصر والسودان مع إثيوبيا أو مع العراق وسوريا مع تركيا أو مع العراق وإيران، وطبعا في نموذج يبعث على الأمل وهو ما يحدث بين موريتانيا والسنغال وغينيا الاستوائية، وما حدث الأسبوع الماضي في القمة التاسعة للأطراف في جنيف حول الاتفاقية الدولية للمياه والتي اختتمت بتوقيع اتفاقية ليس فقط على مستوى حوض نهر السنغال بل كذلك على المياه المشتركة الجوفية بين هذه الدول. فكان هذه إشارة على أن هناك إمكانية لما تتوفر الإرادة السياسية أن يتم التوافق وأن يتم الاتفاق وأن لا يحدث ضرر نتيجة تطوير الموارد المائية وتعبئة الموارد المائية في دول أعلى الحوض يؤثر بشكل سلبي على نصيب دول أسفل الحوض ومستقبلها وتنميتها الاقتصادية. إذن هناك طبعا حدة في المواقف بعض الدول أعلى الحوض، وأنا أعتقد أن موضوع خلق تحالف دولي لدول المصب أعتقد أنه ربما سيخلقه. هذه خطوة مهمة تأخرنا فيها سنين طويلة أن إحنا نبقى إيد واحدة كدول للمصب في هذا الملف، صح؟ صحيح، يعني أن الآليات الدولية التي يمكن أن تفعل الاتفاقات الموجودة أو أن تحث الدول على اتفاقات جديدة هي غير ملزمة للأطراف، وهذا ربما واحد إحدى المشاكل الكبيرة. فحتى لما عرض موضوع الوضع الحالي للتفاوض حول سد النهضة والملء الثاني للسد على مستوى مجلس الأمن، فكان هناك يعني أقصى ما يمكن توقعه هو توصيات من النوع الذي صدر عن مجلس الأمن، وهو دعوة الدول إلى التوصل إلى اتفاق ملزم وأن يتم استمر التفاوض، ولكن ليست هناك آلية ضغط على دول أعلى حوض النيل. وأعتقد أن هذه ربما من الدروس والعبر التي ينبغي أن نشتغل عليها كدول عربية، لأننا معنيين بحكم ارتباط مواردنا المائية المتجددة في أكثر من ثلثيها بدول غير عربية في أعلى الحوض. أعتقد أننا ينبغي أن نوحد جهودنا لربما خلق أدرع فنية للأمم المتحدة تشتغل على تنظيم وتقنين وتفعيل ما هو موجود من اتفاقيات وممارسات وتقاليد على مستوى التشارك في المياه الدولية. كذلك الحد من أسباب التوتر أن ربما التفكير في قوات حفظ السلام مائي بدل قوات حفظ السلام لنزع فتيل التوتر بين الدول في حالة عدم التوافق على آليات قانونية. فيعني أن هذه كلها أفكار ينبغي نشتغل عليها كدول عربية واتفاق عادل ومنصف
للأنهار المشتركة وبشكل مستدام، لا يضر مصالح دول على الحوض ولكن لا يضر مصالحنا كذلك ومستقبل أجيالنا، لأن المياه بالنسبة لنا مياه مسألة تنمية اقتصادية، بل أكثر من ذلك هي مسألة حياة أو موت. فأعتقد أن دورنا كدول مصب يطرح علينا مجموعة من التحديات كما أقول، فيما يخص خلق أطر جديدة للتعاون متعدد الأطراف، تهتم بشكل خاص بالمياه. وأعتقد أن الدعوة التي كنا نرددها دائما إيجاد هيئة أممية مختصة بالمياه، حتى لا تبقى المياه متوزعة بين منظمات المهتمة بالزراعة والمهتمة بالتنمية الريفية، فأن يكون هناك أو أن تكون هناك هيئة أممية خاصة بالمياه. وأن عدد الأنهار المشتركة في العالم ربما يبرر خلق جهة أممية مسؤولة على قطاع المياه في جميع أبعاده، بما في ذلك تحقيق الأمن والسلام في الأحواض المشتركة. الأنهار المشتركة على مستوى العالم لها قوانين وأعراف وأخلاقيات متداولة من زمان، بس إحنا في هذا التوقيت فعلا في صراع على المياه على مستوى العالم، في 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 توتر في العديد من المناطق. وأن التوتر أصلا ليس نابعا من مبررات موضوعية للندرة. فنأخذ على سبيل المثال حوض النيل، فالمياه على مستوى الحوض ككل متوفرة بشكل يتجاوز حاجيات ربما 50 سنة القادمة. وأن نصيب دول المصب منها نسبة قليلة وقليلة جدا على عكس ما يدعي البعض. فالمشكلة في تعبئة الموارد المائية وتنمية هذه الموارد على مستوى الحوض ككل. وأن أعتقد لو كانت هناك نوايا سياسية حسنة تسمح بالاستثمار في قطاع المياه كرافد من روافد التعاون الإقليمي، أعتقد أن توفير رؤوس الأموال لتنمية هذه الموارد لإنتاج طبعا المياه ولكن كذلك لإنتاج الطاقة سيوفر المياه الكافية والكهرباء الكافية لتنمية دول الحوض مجتمعة على مدى العقود القادمة. أيضا هي حضرتك بتقول عناوين مهمة أوي على فكرة أنا بكتبها ورا حضرتك، هيئة أممية وقوات حفظ السلام المائي والاستثمار في القطاع المائي. هبتدي بالاستثمار في القطاع المائي، هل هو ده نوع جديد من الفرص الاستثمارية اللي ابتدى ينمو على مستوى العالم، ان احنا بقينا خلاص هنستثمر في هذا المجال بعد ما كنا متعودين ان المياه دي ببلاش؟ لا طبعا، هذا توجه موجود في جنوب شرق آسيا، في التعاون حول الميكونغ مثلا، في استثمارات لشركات قطاع خاص في انتاج الكهرباء في دول غير دول مقر الشركات. فيعني ان ما يسمى بالفورين دايركت انفستمنت او الاستثمارات الخارجيه المباشره في قطاع المياه من اجل انتاج الكهرباء اصبحت ممارسه تزيد من حيث الحجم ومن حيث الاهميه. وانا اعتقد ان على مستوى حوض النيل كذلك موجوده، وطبعا شريطه وجود الاراده السياسيه لتبني منطق التعاون والتنميه بدل منطق تسويق بعض الازمات السياسيه احيانا وتسييس موضوع المياه اكثر من اللازم. يمكن يستخدم انه اداه من ادوات الضغط للابتزاز احيانا. فانا اعتقد ان هي مساله اراده سياسيه، لان اعتقد كذلك ان هناك دراسات كافيه لتبين ان التعاون في الترابط بين القطاع والمياه والغذاء على مستوى حوض النيل والنيل الشرقي بالخصوص يعني عائدها واضح ويمثل فرصة استثمارية واضحة، شريطة توفير المناخ الاستثماري اللازم. فالقطاع الخاص قادر على أن يجعل الترابط بين المياه والطاقة والغذاء ذات عائد مفيد. وبالنسبة للاستثمارات الخاصة وطبعا توفير البيئة التشريعية التي تحمي هذه الاستثمارات. فأنا أعتقد أن القطاع الخاص المصري فيما يتعلق بالصناعة التحويلية، الصناعة الزراعية
او الاجرو اندستري مثلا يمكن ان يكون يعني مجال الاستثمار فيه بالنسبه للسودان ولاثيوبيا فرص رائعه للاستثمار. وادعو القطاع الخاص كما دعوته منذ 10 سنين ان يكون ذو نظره استباقيه. فمنذ 10 سنين اتذكر في احدى الحوارات في الجامعه الامريكيه هنا في القاهره اشرت الى ان من بين الاجراءات الاستباقيه لا تقتصر على ما تقوم به الدولة من مجهودات ومن ما تحققه من مكاسب، بل للقطاع الخاص وللمجتمع المدني دور في دبلوماسية المياه. فالاستثمارات المشتركة بين الدول هي أقصر الطرق إلى تحقيق التفاهم بين الشعوب على مستوى الأحواض ونزع فتيل التوتر بين الشعوب وبين الدول في المنطقة. صح. لما تم طرح عنوان مهم قوي قوات حفظ السلام المائي، كان انطباع الدول ايه المشاركه في هذا الموضوع؟ هو ليس لم يعرض بعد على مجلس الامن، ولكن كان كنقطه من بين النقاط المقترحه كانت الدول الموجوده كان رايها ايه؟ ردود الافعال طبعا كانت متباينه، يعني ان من هناك من يرى ان هذه آلية ردعية، يعني القصد منها صح هو الحد من ربما استئساد بعض الدول وانفرادها بقرارات، خصوصا حينما تكون دول أعلى الحوض، ومنها من يرى أنها ضمن التعاون المتعدد الأطراف آلية الهدف منها هو حفظ السلام، يعني ليست مدعاة لأي تفسير آخر أو لا تدعو إلى فهم آخر غير أنها لا هو آلية لتيسير بها الحفاظ على الثروة المائية في ظل قوة محايدة تطبق القانون المتفق عليه، وبالتالي دي أمان. وربما هذا سيعطي التعاون المتعدد الأطراف ربما مصداقية أكثر حينما يكون قادرا على تنفيذ ما يصدر من التزامات من الدول، حتى على مستوى إعلان المبادئ مثلا ما أقرته إثيوبيا في 2015 لم تنفذ منه الكثير، يعني فأن هناك التزام، ولكن أن تفعيل هذا الالتزام والحرص على أن يتم تطبيقه ومتابعته من طرف جهات محايدة، أعتقد أن هذه لها أفق ويمكن أن تسهم في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وكذلك حفظ السلام اللي هو مهمة قوات حفظ السلام في باقي المناطق النزاع، يمكن أن تكون كذلك قوة تؤدي إلى نشر ثقافة السلام بين الشعوب والاستثمار في التنمية بدل الاستثمار في الاستعداد لتوترات عسكرية لا نتمنى أن نراها لا في منطقتنا ولا في منطقة غيرها. فالله عز وجل لما خلق المياه خلقها لتطفئ النيران لا لتشعلها. حلو التعبير. هل ترى أن الدول العربية الأفريقية اتخذت التدابير اللازمة لتعظيم الاستفادة من المياه، ولا لسه في خطوات احنا متأخرين فيها؟ والله الحوار في النقطة دي يعني ينبغي كذلك أن نضعه في إطاره. فهناك من دول أعلى الحوض من يدعي أن هذه الدول لا تستعمل مواردها المائية بكفاءة، فلماذا نرفع من حصتها من المياه؟ فلما تكون هذه الدولة قد استنفذت كل الحلول الفنية والتقنيات التي تسمح بتوفير أو بتعظيم الاستفادة من موارد مائية ورفع كفاءة الاستخدام والترشيد، آنذاك يمكن الحوار عن حصتها. فأنا أعتقد أن من حق الدول التي تقع أسفل الحوض والدول العربية بشكل عام من حقها ومن واجبها أن تتحكم في ثروتها المائية كما تشاء، هذا حق سيادي. ولكن هذا لا يعني أننا نفتح باب الهدر. لكن لما بتكلم على الملف ده بتكلم على تعظيم الاستفادة، لأن مثلا إحنا حصتنا في مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب و110 مليون نسمة تقريبا، فإحنا تحت خط الفقر المائي. شفت حضرتك المشاريع المرتبطة بالمياه في مصر زي تبطين الترع وتحديث الري، محطات زي محطة بحر البقر، تقيم المشاريع دي إزاي؟ والآن هو ذا التوجه الذي ينبغي أن تسلكه الدول العربية عامة، أن الاستثمارات في قطاع المياه ليست طرفا، ولا يمكن التعامل معها كاستثمارات في باقي القطاعات، لأن أولا المحرك للاقتصاد بشكل عام هو المورد المائي، فلما تكون الموارد المائية غير كافية
فلا يمكن لباقي القطاعات أن تعرف النمو الذي تعرفه حاليا. الاستثمار في المياه الغير تقليدية، أنا أعتقد أن مصر في السنوات الأخيرة أكدت أنه خيار سياسي استراتيجي، وأنه يتم تحويله إلى مشاريع عملاقة على الفور. يعني ما رأيناه في السنوات الأخيرة أو ما تم تنفيذه في السنوات الأخيرة ضمن استراتيجية المياه المصرية 2017-2037، ما تم تحقيقه خلال 3 أو 4 سنوات الماضية ربما لم يتم تحقيقه خلال العشرية أو العقدين الماضيين، من حيث حجم الاستثمارات ومن حيث رؤية اعتماد التحلية، اعتماد إعادة الاستعمال كرافد من روافد هذه الاستراتيجية، التحلية وإلزامية التحلية على مستوى المنشآت السياحية سواء في البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط، كل هذه التوجهات وهذه الاستثمارات الكبيرة تدل على أن هناك وعي بأن الأمن المائي المصري أولوية، أولوية للتنمية ولاستدامة التنمية. وأعتقد أن كذلك ما يتم على مستوى إصلاح المؤسسات، فما يتم على مستوى مثلا تحديث الري أو التوسع في إعادة استعمال مياه الصرف ومياه الصرف الصحي والزراعي. وعلى فكرة مصر تعتبر من أول دول العالم فيما يتعلق بإعادة استعمال مياه الصرف الزراعي، صح؟ يعني وورلد تشامبيون، يعني يمكن اعتبارها واحد من أبطال العالم فيما يتعلق 3 أو 4 مرات. وحاليا دلوقتي في محطات علشان توفر ملايين الأمطار المكعبة، من الأمطار المكعبة من المياه المعالجة، فدي هتضيف للثروة المائية وتخلينا نقدر نتوسع في زراعة أراضي جديدة. وطبعا هذا الجهد الحكومي يعني جهد كبير، ولكن يعني اعتقد ان المستعمل النهائي كذلك ينبغي ان يضم تحديث الدولة فيما يتعلق بالترشيد، اللي هو التحديث بقى نفسه، ان انا بدل الري بالغمر ابتدي اتوسع في الري بالتنقيط وبالرش. احنا كمان دلوقتي عندنا الامطار الاصطناعيه، اجهزه يعني شبكه بتبقى جميله جدا، دي كلها تحديث في الري. واعتقد ان التطور التكنولوجي يعني سيحل جزء من المشكله، ولكن لن يحل المشكله كلها، وبالتالي ينبغي ان نضع دور التكنولوجيا في مستقبل الامن المائي المصري في حجمها الطبيعي. يعني حتى لا يقال كذلك من طرف دول اعلى الحوض ان احنا لنا ان نطور مواردنا المائيه كما نشاء، وعليكم باعتماد تكنولوجيا جديده لانتاج. هو احنا بنعتمد التكنولوجيا الجديده وبنتوسع فيها، لان زي ما قلت احنا حصتنا من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب. احنا ما بنتكلم ان احنا بنزيد سكان، والحمد لله عندنا زياده سنويه من 2 ل 2.5 مليون نسمه، وبالتالي انت محتاج تستفيد من كل قطره مياه، تعظم الاستفاده من هذه المياه مش على حساب حصتك من مياه نهر النيل، ولكن انت محتاج فعلا ان انت تتوسع في اراضي زراعيه جديده، في مشاريع صناعيه، في مجتمعات عمرانيه جديده، فده كله بيتطلب جهد شديد في اداره منظومه المياه. صحيح. وكذلك ربما اعاده النظر في بعض المحاصيل الزراعيه، يعني ربما هذا من بين الطبوهات التي يصعب الاقتراب منها بحكم البعد الاجتماعي للزراعه اكثر منه بعد اقتصادي. في حضرتك دارس الموضوع المصري في يعني البعد المجتمعي للزراعه وبعض المحاصيل، انت بتتكلم على القصب مثلا، يعني لان القصب ليه بعد اجتماعي مهم جدا في مصر، ويصعب ربما الاقتراب منه في هو الاقتراب دلوقتي في تحديث زراعه القصب، ان انا يبقى عندي تسويه بالليزر، يبقى عندي زراعه بالشتلات، يبقى في ري بالتنقيط، والحمد لله في نماذج نجحت في ده. وانا شايف برضو، وحضرتك طبعا خبير في هذا المجال، ان القصب مظلوم، لان لما بنيجي نحسب تكلفه زراعه القصب بنحسبها بالسنه، صح، وباقي المحاصيل بنحسبها بالموسم، فلو جيت تشوف هو بيستهلك قد ايه في السنه هتلاقي ان هو هي نفس كميه المياه اللي بيستهلكها. صح، صحيح. وكذلك امكانيه تطوير الري الحقلي، يعني في بالنسبه لكل المحاصيل، يعني ستؤدي الى توفير ما بين 10 إلى 20% من ما نستهلكه حاليا، وتقريبا بنفس الإنتاجية. يعني أن تطوير الري يعتبر مدخل ربما أولوية، وإن كانت كلفتها يعني كبيرة، ولكن ينبغي أن نضعه ضمن أولويات تطوير
الزراعة لضمان الأمن المائي وليس فقط الأمن الغذائي. كذلك هناك أمال في ما يتعلق باستعمال الطاقات المتجددة لإنتاج المياه. فأنا أعتقد أن المشكلة في التحلية هي كلفتها المرتفعة من الطاقة. صح. فإذا توفقنا وهذا توجه كذلك برنامج العملاق للطاقات المتجددة في مصر وهو من بين البرامج الطموحة التي ستموقع مصر كهاب للطاقات المتجددة ربما سيوفر من كلفة إنتاج المياه من خلال التحلية. فلذلك وحضرتك سبقتني في السؤال اللي انا بفكر فيه، لان لما بنيجي نتكلم دلوقتي على تحليه مياه البحار مثلا، هل هذا المجال على مستوى العالم لسه بيواجه صعوبات ولا في دول سبقتنا فيه وحصل فيه طفره تكنولوجيه ممكن تقلل في التكلفه؟ الحل للتقليل من التكلفه وهو ما اشرت اليه لما تفضلت حضرتكم باستضافتي هنا من شهرين ثلاثه، وهو ان الحل هو توطين هذه التكنولوجيا. انا اعتقد سيقلل من كلفتها. وكذلك بالنسبة لمصر يعني فرصتها أن تكون هي ربما المرجع في صناعات التحلية في المستقبل سواء تعلق الأمر بالمنطقة العربية أو بإفريقيا جنوب الصحراء، فالاستثمار في التصنيع فيما يتعلق بالتحلية سيكون له عائد على المدى المتوسط والمدى البعيد. فأنا أعتقد أن البرنامج الطموح 2030 الذي أشار إليه فخامة الرئيس السيسي منذ بضعة شهور، أعتقد أنه توجه صحيح. توطين التكنولوجيا، تطوير البحث العلمي المتعلق بالتحلية، وكذلك التوسع في استعمال الطاقات المتجددة للتحلية. فكل هذه المحاور أعتقد هي جزء من رزنامة آليات توطين تكنولوجيا التحلية في مصر فوق 2030، وأن أعتقد المشروع العملاق الذي تبنته مصر وانطلقت في تنفيذه سيكون له الأثر الجيد على مستوى تكنولوجيا المياه التي يمكن أن تكون مصر مصدرا لها بعد عقد من الزمن إن شاء الله. الطبيعة بتدينا دروس بس إحنا منلتفتش إليها، يعني مثلا جائحة كورونا هددت العالم كله وأفزعت البشرية وابتدينا نشوف أن العلم ليه كلمة. في نفس الوقت بينما يعني في نزاع حادث على مستوى العالم على إدارة المياه وحصتنا من الأنهار، في تهديد آخر بيظهر والناس مش منتبهة ليه وهو التغيرات المناخية وتأثيرها على كمية هطول الأمطار وتأثير ضعف هطول الأمطار على روافد الأنهار نفسها. فده تحدي كبير جدا بيواجه العالم. حد انتبه لده؟ في الواقع أن التغيرات المناخية لم تعد موضوع جدل كما كانت في السابق. التغيرات المناخية بدأت تظهر واضحة من حيث تردد الظواهر المناخية الحادة من جفاف وفيضانات وسيول، إذن ترددها يزداد، وكذلك حرائق الغابات. كل هذه العناصر تبين أن الحديث عن التغيرات المناخية كصدمة خارجية لم يعود طرف ولم يعود موضوع شك. أين يكمن المشكل في التعامل مع التغيرات المناخية؟ هو عدم اليقين بالنسبة لتوقعات النماذج الرياضية. أيوه. فمثلا حينما نقول أن منطقة البحر المتوسط ستكون من بين أكثر المناطق تضررا على مستوى العالم بإجماع معظم النماذج الرياضية، فلا يمكن أن نحدد بالضبط هل التوقيت. ستكون تونس أو مارسيليا هي التي ستتأثر بشكل كبير، هل ستأثر بفيضانات أو فقط بعدم انتظام الأمطار. هناك مناطق ضمن المنطقة العربية ستعرف تساقطات الأمطار فيها زيادة، ولكن معظم الدول العربية طبعا سيكون فيها ارتفاع لدرجة الحرارة، تراجع لكميات الأمطار، وكذلك عدم انتظام الأمطار مما يصعب معه التنبؤ بالمواسم الزراعية والاستثمار في زراعات معينة. فكل هذه العناصر يعني تجعل موضوع الأمن المائي والتغيرات المناخية جزء من ما ينبغي أن نفكر فيه حينما نتحدث عن الأمن المائي، وبالتالي ينبغي تطوير آليات الحصاد المائي.
فكما تفضلتم في المغرب في الحصاد الأمطار تفضلتم وذكرتم في البداية أن هناك دول توجهت في هذا إلى التوجه من 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 قبل. المشكلة مع التغيرات المناخية أن في مناطق كانت تعرف تساقطات مطرية تبرر الاستثمار في الحصاد المائي استثمارات كبيرة، لم يعود هناك ذلك اليقين في الاستثمار في السدود الكبرى، وبالتالي فما أصبح الحديث عنه اليوم هو السدود الصغرى والسدود التلية أو التي تتم إدارتها على مستوى المجتمعات المحلية وليس بالضرورة السدود الكبرى التي في تغير في كمية الأمطار نفسها، فمش هقدر أن أنا أوجه ليها استثمارات ضخمة فالعائد مش هيبقى مجزي. صح؟ صحيح. وكذلك هناك توجه آخر لتخزين أو لتغذية الفرشات المائية بدل الاستثمار في السدود، فيكون المخزون الاستراتيجي اللي هو الموارد المائية الجوفية بدل أن نستنزفها كما هو شأن بالنسبة لما نقوم به الآن، أن يكون بالعكس الاستثمار في تغذية الفرشة المائية والتخزين على مستوى المياه الجوفية. وأعتقد أن تجربة أبوظبي في هذا الموضوع تجربة رائدة عالميا، بحيث أن أبوظبي في 2022 ستصل إلى زيرو ويست، يعني أن ما فيش قطرة ماء ستذهب إلى البحر أو إلى الوادي أو أي نقطة مطر ستتساقط، أي مية مستعملة على مستوى أبوظبي مستعملة كمان سيتم معالجتها واستعمالها لإعادة تغذية الفرشات المائية. فهذا التوجه هو استثمارات كبيرة ولكنها استثمارات استراتيجية، لأن أشرتم وتفضلتم بالإشارة إلى تأثير الكوفيد على العالم الذي بين هشاشة العالم، يعني أنه على ما نراه من تقدم ومن قوة. فكانت الأسابيع الأولى لظهور الكوفيد يعني مدعاة للقلق على مستوى الدول الكبرى والصغرى على حد سواء. فالاستثمار في البحث العلمي أعتقد مدخل لا منص منه للتعامل مع ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي، وتطوير التكنولوجيا المنتجة للمياه والمقتصدة للمياه في نفس الوقت، فليس فقط الإمداد ولكن كذلك الاستعمال والطلب. فإدارة الإمداد وإدارة الطلب ينبغي أن تكون جنبا إلى جنب في أي مخطط نووي للموارد المائية وفي أي حوار عن الأمن المائي، وبالتالي فتكون المسؤولية مجتمعية مشتركة، ليست فقط مسؤولية الدولة للاستثمار وتوفير الموارد المالية للمشاريع المائية، ولكن كذلك إشراك المجتمع بكل أطيافه من مزارعين من مواطنين عاديين، يعني أن المياه أو طلب المياه في المدن ينبغي أن يتباطأ على مستوى الوطن العربي، لأن لازل معدل استهلاك الفرد للمياه في المدن في الدول العربية من أعلى المستويات عالميا. فنحن لا نقارن بكندا، ولكن متوسط الفرد في استهلاك المياه في كندا يتساوى أو أقل من بعض الدول العربية، يعني أن وهم الوفرة ينبغي أن يتغير في ذهن صح الناس. وهم الوفرة المية ببلاش ده خير ربنا، ده جاي لي خير ربنا، يبقى أنا لازم أحافظ عليه. صح. أمانة نعمة ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما نختم في سؤال كده، يعني شفت حضرتك مشروع تبطين الترع اللي بيتم تنفيذه دلوقتي، احنا واخدين على مشهد الريف في أي بلد، في معظم البلاد بتروح هي الترع القديمة اللي مفحورة والمزارع بيروي عن طريق الأناية. لما شفت المشروع ده إيه رأيك فيه؟ والله مدخل للحل، يعني أن جزء من الحل وأن خطوة جريئة لها كلفة ولكن عائدها واضح لا يحتاج إلى معادلات معقدة. وأنا أعتقد توفير المياه بالتبليط يعني هو جزء مما ينبغي ده كمان بيعمل عدالة في الري، يعني كنا الأول يقول لك مش لا آخر الترع سيستفيد المزارع الذي كان محروما آخر الترع. أنت حضرتك متعايش الوضع في مصر، يعني سيتغير هذا الوضع، وأن إنتاجية الأراضي الواقعة في نهاية الترع سوف تتغير إن شاء الله، وستكون ربما دافعا للتوسع في تبليط الترع وتحديث الري بشكل عام في مصر وفي الدول العربية كلها. يعني أن صح. لم يعد الموضوع ترفا بل أصبح ذا جدوى اقتصادية، لم يعد هناك جدل في هذا الموضوع،
وده جدوى اجتماعية لأن عدد المزارعين المستفيدين سيزيد ويضمن الاستفادة من كل قطرة مياه، وهو ده شعار المرحلة، يعني أن ينبغي أن نعي جميعا مسؤولين مزارعين مواطنين عاديين أن مستقبل الأمن المائي في المنطقة العربية بشكل عام هو بأيدينا جميعا، وكما هو حق للجميع فهو مسؤولية الجميع كذلك. صح. أنا بشكرك، شرفتني ونورتني دكتور حمو العمراني الخبير الدولي في المياه بجامعة الدول العربية، أشكرك على وجودك معي النهارده. شكرا أستاذ سامي أحمد. أشكرك. شكرا. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هكون معاكم أسمع منكم وأنقل رسالتكم للمسؤول.